تعالى اقول لك انه نقدر نقول انه اصبح هناك في قدر لا بأس به من الوعي لدى الشعوب الأوروبية او الشعوب الغربية اللي حبيت تسميها كده بعدالة القضية العربية من ناحية، وفداحة الجرم الصهيوني ووحشية هجومه من ناحية اخرى. ده كده بنتكلم على المستوى الشعبي. طيب وعلى مستوى الإدارات الحاكمة او الحكومات، اقول لك انه مش كلها على نفس ذات المستوى. يعني احنا مثلا النهارده بنتكلم على المؤتمر الصحفي ولقاء القمه ما بين فخامه رئيس السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فاقول لك والله في توافق ما بين مصر وفرنسا. هل الكل زي فرنسا؟ بالقطع لا، في بقى تباينات. إذن عمليا هناك تناقض ما بين استيعاب لدى الراي العام الغربي، الراي العام الشعوب، وما بين تصورات أو نسق التفكير للإدارات الحاكمة. خليني هنا يمكن أخد معانا على التليفون من واشنطن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد البديوي، وهو المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. عايز أفهم منك شكل التناقض ما بين الرأي العام أو الرفض الشعبي لما يحدث الآن من عدوان وحشي على غزة، وما بين خطوات أو إجراءات أو تصورات الحكومات الغربية. في الولايات المتحدة هناك طبعا انحياز كامل لإسرائيل، وده مش موقف فقط موقف الإدارة الأمريكية، وإنما هو أيضا وعي عام هنا في الولايات المتحدة. طبعا هناك علاقات بنيت على مدى سنوات في الولايات المتحدة، وبعض الخبراء والمحللين يرجحون أنه ربما تحاول الإدارة الأمريكية الحالية إنقاذ نفسها في الانتخابات المقبلة عن طريق دعم إسرائيل، وخاصة ان احنا لم نبص على استطلاعات الرأي اللي احنا شفناها الايام اللي فاتت، انما هي تشير بشكل كبير الى دعم شعبي لاسرائيل. طبعا هذا الدعم لم يتولد من فراغ، وانما نشأ عبر انحياز اعلامي كامل لاسرائيل. فاحنا عندنا استطلاع رأي تم في السابع للتاسع من اكتوبر في فاكس نيوز، وكان بيشير إلى أن 68% يدعمون إسرائيل مقابل 18% فقط يدعمون الفلسطينيين. آخر استطلاعات الرأي التي تمت في الفترة من 16 إلى 19 أشارت إلى أن 63% يدعمون إسرائيل و 11% يدعمون فلسطين. يعني حتى نسبة الفلسطينيين قلت، لكن في 35% يدعمون الطرفين، شايفين ان الطرفين عندهم مشاكل والطرفين ارتكبوا اخطاء. وهناك 18% لم يحددوا. احنا لدينا في الوعي الشعبي طبعا الاعلام بشكل كبير، انما هو يؤجج وينحاز بشكل كامل هنا في الولايات المتحدة إلى جانب الإسرائيلي، لدرجة أننا وجدنا أن السي إن إن الأمريكية إنما هي تشير وتقول إنها أجرت تحقيقا استقصائيا وأثبتت أنه تم قصف المستشفى عن طريق أسلحة عن طريق فلسطينيين، غير أن نيويورك تايمز في تحقيق استقصائي تم مؤخرا تم نشره بالأمس أثبت بشكل كبير أن استهداف أن الأدلة التي استعانت بها سواء أجهزة الاستخبارات الأمريكية وقالت أنه يرجح أن الفلسطينيين هم من فعلوها، أو حتى CNN أو حتى BBC، أن كل ذلك غير صحيح وأن هذه الرواية غير دقيقة.